السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خوتي خواتاتي، مساء الخير عليكم، وأهلا وسهلا بكم دائما في قناة عبد الله البركاني. نتمنى دائما تكونوا بخير عليكم وفي أحسن الأحوال، انتم وكل أحبابكم وجميع الناس اللي عزاز عليكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويواشركم بركة. وبمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير والأمة العربية والإسلامية بألف خير. تحياتي وسلامي وكل احترامي لكم ولجميع المشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن، ولجميع المشاهدين من كل الدول العربية الشقيقة ومن كل أنحاء العالم. خوتي خواتاتي عشاق التراث البركاني اليزناسني، نهدي لكم فولكلور العرفة الرقادة ديال الجهة الشرقية، ونتمنى ينال الإعجاب ديالكم وفرجة ممتعة.